تحية طيبة مشاهدينا. في واحدة من أكبر المظاهرات التي شهدتها تونس، خرج الشعب التونسي في مسيرات حاشدة تجتاح العاصمة بعد دعوات من حركة النهضة. تأتي هذه المظاهرات على خلفية الخلاف السياسي بسبب رفض الرئيس قيس سعيد تمرير التعديل الوزاري لرئيس الحكومة. وشكلت هذه المظاهرات التي أدارتها حركة النهضة فرصة لبعث رسائل سياسية في جميع الاتجاهات. فقد دعا رئيس الحركة راشد الغنوشي جميع الفرقاء السياسيين إلى الحوار لحل الأزمة السياسية في البلاد. من جهة أخرى، وتزامنا مع مظاهرة النهضة، انطلقت مظاهرة مضادة دعا إليها حزب العمال اليساري واتحاد القوى الشبابية بقيادة أمينه العام وزعيمه حمى الهمامي، الذي طالب برحيل منظومة الحكم التي وصفها بالفاشلة. فهل سنرى توافقا بعد هذه المظاهرات الحاشدة وترسيخا لمعنى الديمقراطية وإعادة تونس إلى سابق عهدها؟ وما هي الرسائل التي يمكن فهمها أيضا من هذه المظاهرات؟ ملفات عديدة بصحبتنا اليوم سنناقشها مع ضيوفنا الكرام بعد هذا التقرير، ابقوا معنا. لا تزال الاضطرابات في هرم الرئاسة التونسية متواصلة وتزداد سوءاً يوماً بعد يوم. فمنذ أن خرج التونسيون لمطالبة الحكومة بإصلاحات عاجلة لأزمات اقتصادية وأخرى معيشية، ظهرت معالم الخلاف بين رئيس الحكومة هشام المشيشي ورئيس الدولة التونسية قيس سعيد، ليدخل هذا الصراع فيما بعد قطباً آخر تمثل في رئاسة البرلمان التونسي. زاد هذا الصراع وبلغ أشده بعد قيام رئيس الحكومة بتعديل وزاري شمل 11 حقيبة وزارية من أصل 25. فرفض الرئيس قيس سعيد من جانبه هذا التعديل الوزاري، ولم يقبل بإدلاء الوزراء لليمين الدستورية رغم تصويت مسبق من قبل البرلمان التونسي لصالح هذا التعديل. رفض الرئيس سعيد لهذا التعديل أثار حفيظة الشارع التونسي الذي انقسم بين مؤيد ومعارض لقرار الرئيس. رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي هو أيضا رئيس حركة النهضة ذات حاضنة شعبية واسعة النطاق في تونس، تحفظ وانتقد موقف الرئيس سعيد داعيا إياه إلى العدول عن ذلك، لكن شيئا لم يكن. تونس لا فيها حرب كلامية، فيها حرب كلامية ينبغي أن ندينها، لا لحرب الكلام، لا للحرب الإعلامية، لا للحرب السياسية، لا لشيطانة التونسي للتونسي. يكفي من شيطانة الإعلام. فدعا الغنوشي باسم حركة النهضة الشعب التونسي للخروج في مظاهرات غفيرة للتعبير عن رفض الشارع لموقف الرئيس. فخرجت جموع غفيرة السبت الماضي ملبية هذه الدعوة تحت شعار مسيرة الثبات وحماية المؤسسات. انطلقت المسيرة من شارع محمد الخامس وسط تعزيزات أمنية مكثفة وترك مسار وحيد للولوج إلى شارع الحبيب بورقيبة، مع إغلاق بقية المنافذ المؤدية إليه، وذلك لإجراءات تنظيمية. وشددت الحركة على ضرورة التعاون بين مؤسسات الدولة لمعالجة أوضاع البلاد بدلا من إغراقها في المناكفات السياسية. في غضون ذلك، وتزامنا مع خروج مظاهرات حركة النهضة، خرجت مظاهرة أخرى دعا إليها حزب العمال اليساري المعارض، تأتي بحسب مراقبين تشويشا على مظاهرات حركة النهضة. وطالب حزب العمال خلال هذه المظاهرة برحيل من وصفها بمنظومة الحكم الفاشلة، وندد أيضا بعبث المنظومة القائمة خلال السنوات العشر الأخيرة ومسؤوليتها عن الأزمات المختلفة في البلاد بحسب دعاة هذه المظاهرة.
أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة من برنامجكم عبر الحدود. إذن مسيرات حاشدة تجتاح العاصمة التونسية بعد دعوات أطلقتها حركة النهضة. سنناقش الأسباب والمآلات والسيناريو المتوقع مع ضيوفنا الكرام. معي من عبر سكايب المحلل السياسي بشير الجويني، مساء الخير. ومساء الخير أيضا للباحث في الشؤون السياسية أيمن بوغانمي. وعبر استديوهاتنا من تونس معنا النائب في البرلمان التونسي وعضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة محمد الجماني. مساء الخير ضيوفنا الكرام. سيد محمد الجماني، ابتداء لو نطلع المشاهدين على تفاصيل أسباب المظاهرة التي دعت إليها النهضة وكيف كانت أجواؤها اليوم. سيد محمد، هل تسمعني؟ أنا لا أدري إن كان صوتنا يصل إلى السيد محمد الجماني، لكن سأنتقل إلى السيد أيمن البوغانمي الباحث في الشؤون السياسية. برأيك، ما هي تفاصيل التي دعت أو الدوافع التي دعت النهضة للدعوة لهذه التظاهرة؟ الأكيد أنه الأسباب كثيرة. النهضة أرادت أن ترسل رسالة قوية، لأنه في تونس هناك نوع من التفاوت بين حجم حركة النهضة كحزب أول في البلاد ورؤية خصومها السياسيين لما ينبغي أن يكون عليه دورها. بمعنى أن النهضة، حركة النهضة وحزبها وكتلتها في البرلمان، تعتبر أنه بقية الخصوم وبقية الأطراف حتى القريبة منها تريد محاصرتها في الزاوية. فأرادت حركة النهضة أن تذكر الجميع بأنها هي الأقدر، مش فقط على حصد الأصوات في صناديق الاقتراع، ولكن أيضا على تحريك الشارع، بمعنى أنها تتمتع بالشعبية الأولى وتتمتع بالزخم الأكبر. هذه رسالة كانت واضحة. الرسالة الثانية طبعا هي مرتبطة برئيس الجمهورية تحديدا، وما يذهب في خاطره، أو على الأقل ما يظهر أنه ذهب في خاطره، من أنه قد افتكى من حركة النهضة قاعدتها الشعبية. النهضة أرادت أن تقول لرئيس الجمهورية أنه الكثير من النهضويين قد صوتوا لسيادتكم في الحملة الانتخابية معارضة لخصمكم نبيل القروي، ولكن يبقون أوفياء لحركة النهضة. أعتقد أن هذه هي الرسائل الكبرى التي أرادت النهضة ونجحت في الحقيقة في إرسالها لخصومها السياسية. نعم. السيد بشير الجويني، مساء الخير لك أيضا. يعني البعض يقول أن هذا العدد الذي خرج في التظاهرة لم يخرج ربما منذ الثورة التونسية، هل تؤكد ذلك؟ مساء النور، تحية ليك وتحية لكل المشاهدات والمشاهدين في ليبيا الحبيبة وفي كل أينما يصل صورة وصوت التناصح. أعتقد أنه مسألة الإشارة للعدد مهمة جدا، والعدد كان عدد معتبر ومهم جدا، ولكن تقديري أنه أهم من المسيرة التي وقعت في 27 فيفري، أهم منها هو ما بعد المسيرة. هل ترى هل ستكون هذه المسيرة يعني نقطة لحل جملة من الإشكاليات، ونحن نعرف أنه تونس تعيش جملة من الإشكاليات، أم أنها ستكون فقط هي يعني قطرة أخرى في كأس نأمل أن لا يفيض بتونس وتونس. صحيح أنه الاستعراض كان ناجح، الرسائل كانت واضحة كما سمعنا قبل قليل، والخطاب كان أيضا واثق وواضح، لكن ماذا يغني هذا التونسيين؟ هل سيحل هذا مشاكل التونسيين بشكل أو بآخر؟ هل سيساهم بأن رئاسة الجمهورية ومؤسسة رئاسة الجمهورية، ولا تحدث عن الرئيس في شخصه لأنه حديثي سيكون عن المؤسسة، هل سيساهم هذا في حل وحلحلة الإشكاليات المتعلقة بمؤسسة رئاسة الجمهورية ويعني الجمود اللي تشهده يعني من 2019؟ هل سيساهم هذا في صياغة قانون
انتخابي جديد، في إرساء محكمة دستورية، في توفير الحد الأدنى من الضمانات لخروج تونس من الوضع الاقتصادي الصعب. أنا أعتقد أنه الآن الكرة في ملعب النهضة أساسا، ولكن أيضا في ملعب خصومها وأيضا حلفائها، حتى يتم إخراج البلد من الوضع المتردي اللي هو فيه، الوضع الاقتصادي لكن أيضا الوضع السياسي والوضع الاجتماعي. أعتقد أنه ممكن إشارة جلوس رئيس البرلمان التونسي واللي هو في نفس الوقت رئيس حزب حركة النهضة، جلوسه مع خلينا نقول أكبر قوتين في البلد، يعني اتحاد الأعراف يعني واتحاد العام التونسي للشغل، فيه إشارة أنه هناك بداية حل. ما هو رأي بقية الأطراف؟ ما هو رأي حلفاء النهضة؟ ما هو رأي خصوم النهضة؟ أعتقد أنه هذا سيكون جزء من الإجابة عما ستشهده تونس في الفترة القليلة الباقية. نعم سيد محمد الجوماني، أعتقد أنك تسمعنا الآن، يعني في نفس توقيت المظاهرة خرجت مظاهرة أخرى بدعوة من حزب العمال والحزب آخر، تجمع آخر، هل كانت موازية لحركة النهضة في العدد يعني، وكيف تقيمها؟ سيد جوماني هل تسمعني؟ ربما ما زالت هناك مشكلة ما في وصول صوتنا للسيد محمد الجوماني. سأعود إلى السيد بوغانمي، السيد أيمن بوغانمي الباحث في الشؤون السياسية. يعني هناك فعلا كانت دعوة من حزب العمال وحزب آخر للخروج بمظاهرة، هل كانت في نفس مكان مظاهرة النهضة وكيف كان صداها؟ ومن الصعب الحقيقة أن نضع المظاهرتين في نفس المستوى، ومظاهرة النهضة كان الإعداد لها ممنهج وجيد، والنهضة عندها تقاليد في التعبئة. الحقيقة المظاهرة الأخرى كانت شكل من أشكال التشويش الذي مش فقط لم ينجح، ولكن قد تسبب في مقارنة مباشرة بين حشود النهضة. نعم. وأفراد. نعم أنا أسمعك سيد بوغانمي، تفضل. بالآلاف استطاعت المظاهرة الأخرى أن تجمعه بالأحاد ربما أو بالعشرات، وهو ما مكن من إرسال صورة أقوى حتى بالتناقض بين الصورتين. ولكن أعتقد أنه السؤال المطروح الآن، هل ستدخل تونس بعد أن خرجت للشارع، هل ستدخل وتعود للمؤسسات وتعود للعقل وتعود للتفاهمات، أم أنها ستندفع نحو ما لا يحمد عقباه؟ دائما أقول صراحة أن الشارع هو تلك المنطقة الوسطى بين الدولة والغابة، بين منطق العقل ومنطق الفوضى. خرجت حركة النهضة وحزب العمال للشارع، وكان الخروج ناجح أمنيا، يعني لم تحصل لا مواجهات ولا عنف ولا انحرافات، وهذا مؤشر جيد الحقيقة. الآن المطلوب أنه بعد تلك اللحظة، بعد ذلك الاستعراض الاستثنائي، نعود إلى القواعد العادية للعمل، وهي تقوم على الحوار والتفاهمات والتنازلات المتبادلة. وأخشى ما أخشاه أن نجاح حركة النهضة وفشل خصومها سيؤدي إلى نتيجة عكسية، خاصة لدى رئاسة الجمهورية. وأنا لست مما يفرق بين مؤسسة رئاسة الجمهورية وشخص رئيس الجمهورية. شخص رئيس الجمهورية تهيمن، أو شخصية رئيس الجمهورية تهيمن على المؤسسة اليوم، وهو يبدو أنه عنده حساسية كبيرة من كل تحرك سياسي ومن كل نقد سياسي يبدو أنه يعيش النجاحات النهضوية كفشل شخصي، وهو ما قد سيدفعه لمزيد من التقوقع على الذات، وهو ما لا يحمد عقباه. نعم سيد الجويني، هناك هل هناك أحزاب أو كتل سياسية أخرى تبنت رسميا المظاهرة وهذه الدعوات مع حركة النهضة؟
هي الدعوة التي وجهتها حركة النهضة حسب ما ورد في كلام قياداتها وفي تصريحات قياداتها، هي دعوة وجهتها بمنطق وطني، لكن أعتقد أنه حركة النهضة هي التي تقود المظاهرة بشكل واضح. أن هناك بعض الأطراف التي سندت بشكل أو بآخر هذه المظاهرة هذا واضح، لكن في نهاية الأمر من سيجني ثمار هذه المظاهرة بشكل واضح هي حركة النهضة، ومن يقف في صفها في وقوفها مع الشرعية واستكمال مؤسسات الدولة، المحكمة الدستورية، بقية المؤسسات الدستورية والقانون الدستوري إلى آخر ذلك. في نهاية الأمر الربح سيكون كما قلت يعني فردي، على الأقل أو على الأقل جزء كبير من الشعب التونسي ممثلا في حركة النهضة. ردة الفعل التي ننتظرها أعتقد في الفترة القليلة المقبلة وفي الأيام القليلة المقبلة هي من بقية الطيف السياسي. لعله رأينا بعض الاجتماعات اليوم أكثر من 9 شخصيات وطنية معروفة ومعها حزب خلينا نقول وليد جديد قديم تريد أن تقود أو يعني تشارك في حوار وطني. ما أعرف إذا كان هذه المسائل يعني ستخاض فقط بأحزاب من خارج البرلمان أو بشخصيات من خارج البرلمان. في تقديري حساب الحقل لا يوافق تماما حساب البيدر، فهذه القوى الموجودة في البرلمان والتي لم تتحرك جزء كبير منها والتي هي وراء تعطيل جزء من أشغال البرلمان وترديله، نذكر بالأساس الاعتصامات اللي صارت، نذكر الأحداث اللي صارت ما بين النواب، كل هذا ساهم بشكل أو بآخر في تردي صورة البرلمان. هل ستنجح الأطراف مجتمعة في إرجاع حد أدنى من ثقة الناس بالبرلمان؟ أعتقد أنه من صالح كل هذه الأحزاب أن يعود ثقة الشارع بالبرلمان وبالمؤسسات التمثيلية حتى تقطع الطريق على هذه الشعبوية التي نرى جزء منها في باردو، ولكن جزء آخر يأتي من قرطاج ومن أماكن أخرى أيضا. دعنا نرى زميلنا المنتج حضر لنا استطلاعا للرأي في الشارع التونسي حول هذه المظاهرة وحول الوضع السياسي في تونس والأزمة الدستورية، في استطلاع رأي نتابعه ونعود. هذا حبت تعمل جس نبذ للشارع وحبت تستعرض عضلاتها وتبعث برشا رسائل، والأغلبية تاع الرسائل كل وصلت، أبدأهم من قيس سعيد، المساج القوي اللي بعثوله وإلا المساجات اللي بعثهم لرشد غنوشي من فوق المنصة، ممكن أبرزهم الكلمة اللي قالها له بتاع اللي يشوف آخر المسيرة يقول لي منش قاعد نشوفها، هذيك أكثر من المساج. تحب ولا تكره أكثر من ناجحة، كلمة ناجحة شوية عليها مازال معناتها ممكن النهضة نجمو نقولوا هي تو رجعت، هي كابوس البارشة أطياف سياسية وبرشة كيانات سياسية موجودة في الساحة تول مسيرة كبيرة تعتبر ناجحة، هي برسالة معناها رسالة للخصوم النهضة بالأساس قيس سعيد وخصوم من الأحزاب. برشة ناس قالوا إني النهضة معناها فقدت شعبيتها وقاعدة تخسر وقاعدة تطيح، هي أعطتهم رسالة كما نقولوا قرصة معناها إنه راهي مازالت شعبيتنا اللي كانت تحب الشارع ها ورينا معناها بالشارع بالصندوق كيف ورينا معناها النهضة ورثهم بالصندوق كيف معناها. هي رسالة معنا إن شاء الله تكون وصلت الرسالة إن شاء الله يقدموا. أنا والله أنا ما انتميش حتى الحزب، أنا انتمي للشعب التونسي يد واحدة، أنا تمنيتها رأي يد واحدة، يعني كتابة مسيرة يد واحدة، مش سمحنا يا حمى الهمامي يهبط منه والنهضة منه وجبهة حسين، أنا تمنيتها رأي رسالة واحدة. بالنسبة للمسيرة حركة هي عملية استعراضية تم معنا كلمة ووجد من خلال عليك الرسائل أولا للناس اللي تشكك في قدرة حركة النهضة على التحشيد أو قدم يعني ما زلت قادر على أني أحشد وأجيب الآلاف من أنصار الشارع في المدينة، غير أن جاوبة الناس اللي قالوا أن حركة النهضة ضعفت وفقدت كثير من أنصارها في المدينة ما زلت قوية وأنصاري ما زلوا بالآلاف. كلها مساجات، كلها مساجات سياسية، وكأنك تبعث شنو بعد المسيرة شنو اللي باش يصير. وفي الحقيقة توا أكثر قوة هي اللي موجودة في البلاد كسياسية معنا هي النهضة،
وقد رجل غنوش يكور وحده، ما ثماش أطراف أخرى. الأهم من هذا وكان يتوجهوا للبلاد ويقفوا مع البلاد ويعملوا وحدة ويقعدوا بعضهم قاعدة صحيحة ويخموا في البلاد ويخموا في المستقبل. عملوا مسيرة كبيرة. أي. أما مهما تكون مهما تكون موش حل. أنا رأى موش حل. الحل شوف البرلمان لازم يصفي القلوب أولا، وثانيا رئيس الجمهورية يقوم بالواجب نتاعه وهو رئيس البرلمان والحكومة مع بعضهم ويخدموا مع بعض وينقصوا علينا من هالبلاتوات ياسر ياسر في كل شيء. ندور تلقى بلاتو بلاتو تجيب لي المنصب السياسي ولا المنصب كيفاش يقولوا. مش حل مش حل، الحكومة تتفاهم والبرلمان تصفي قلوبها. استعراض عضلات وعنده حتى حاجة أخرى خلف ويشوف في الوزن الكوار بتاعه مازال في البلاد واستعراض عضلات فقط. إذن هذه كانت بعض آراء الشارع التونسي في هذه المظاهرة وفي الوضع السياسي. أعتقد أنه صار ضيفنا استديوهاتنا في تونس جاهز، السيد محمد الجوماني النائب في البرلمان التونسي وعضو في المكتب التنفيذي في حركة النهضة. سيد محمد مساء الخير لك أيضا. يعني هذه التظاهرة على خلفية التعديل الوزاري والأزمة الدستورية التي أحدثها الرئيس قيس سعيد برفضه الموافقة على التعديل الوزاري، لكن النهضة تصر في هذه المظاهرة على قبول هذا التعديل، على أن يقبل الرئيس هذا التعديل. هل لماذا تصر؟ هل من مصلحة للحركة في هذا التعديل؟ مساء الخير ليك ومرحبا بضيفيك. تحية للسادة والسيدات المشاهدين. أهلا بكم. مظاهرة 27 فيفري 2021 كانت واضحة في تعديل المشهد في الشارع التونسي، بل في تصحيحه داخليا وخارجيا. ورغم ضخامة العدد الذي حضر في المظاهرة عشرات الآلاف، فإن زعيم النهضة تكلم بروح وطنية فاتحا الأذرع والأيدي لكل الشركاء الوطنيين من أجل الحوار ومن أجل الأولويات الاقتصادية والاجتماعية لتونس وهي الأهم. أزمة التعديل الحكومي أيضا كانت حاضرة. حركة النهضة لا تقود الحكومة وليست طرفا فيها، وإنما تدعمها، وقد دعت أنصارها إلى التعبير عن هذا الدعم. وهتف الحاضرون بأنهم لا يرغبون في ذهاب المشيشي، ولكن مع ذلك نحن نقدر بأن الخلاف الرئيسي بين رأسي السلطة التنفيذية، وأن أي قرار يتخذه رئيس الحكومة نحن ندعمه. أتى بفريق للتعديل الوزاري، زكيناه ككتلة النهضة وزكته أغلبية مريحة. لا نفهم إلى حد الآن سبب تعطيل هذا التعديل. إذا كان الرئيس قيس سعيد معترضا على بعض الوزراء، لماذا لم يدعو بقية الوزراء الذين الاعتراض عليهم؟ إذا كان يرفض أداء اليمين من وزراء يتهمهم دون قرينة مقنعة بشبهة الفساد، فلماذا لم يدعو بقية الوزراء الذين لا شبهة عليهم؟ السيد رئيس الدولة للأسف هو الآن عنوان وحدة الدولة وعنوان سيادتها، ولكن مع ذلك يتحمل المسؤولية الرئيسية في تعطيل هذا التغيير الوزاري، وبالتالي في حالة الشلل نجم نقوله اللي ممكن ينجم عليه مركزيا وجهويا ومحليا. نعم سيد بوغانمي، هل يحق دستوريا للرئيس قيس سعيد حسب صلاحياته في الدستور التونسي أن يرفض تعديلا وزاريا أو أن يتمسك ببعض الوزراء؟ لا طبعا لا يحق، هو خارج تماما عن صلاحياته، هو يتلاعب بواجباته ويقدمها على أنها حقوق. من واجب رئيس الجمهورية أن يقوم بدعوة الوزراء لأداء اليمين، وأداء اليمين مسألة إجرائية
لا يحق لرئيس الجمهورية أن يجتهد فيها، لأنه ببساطة الدستور التونسي لا يمنح لرئيس الجمهورية حق نقض من عينهم رئيس الحكومة ومن زكاهم البرلمان. إذن هو تمرير لواجباته على أنها حقوق، وهذا الحقيقة بدعة. أنا كباحث في الشؤون السياسية لم أسمع بسابق لها بوضوح رئيس الجمهورية خرق الدستور. السؤال هل هو خرق عادي أم خرق جسيم؟ تقديري أنه خرق جسيم، خرق عادي. تم من يقول أنه يجب أن يعتبر خلق جسيم. المشكلة الآن أنه ليس لدينا محكمة دستورية كي تفصل في هذه المسائل. الهيئة المؤقتة لدستورية القوانين التجأ إليها رئيس الحكومة، قالت أنها ليست مختصة للفصل، ولكنها أعطت رأيها وأبدته مؤكدة أنه لا يحق لرئيس الجمهورية أن يقدم على ما أقدم عليه، ولكنها قالت أن هذا الرأي غير ملزم باعتبارها لا تختص بالفصل في التنازع بين الصلاحيات. مع الأسف غياب المحكمة الدستورية هو الذي يمنح رئيس الجمهورية هذه المساحة للمناورة. الغريب أن رئيس الجمهورية اختصاصه في القانون الدستوري، وهو خير من يعلم أنه لا يحق له. طيب سيد البشير الجويني، هل ستسهم هذه المظاهرة الكبيرة في تأجيج الصراع بين النهضة والرئيس قيس سعيد؟ أكيد أن الصراع بين النهضة وقيس سعيد لم يكن يحتاج إلى هذه المظاهرة ولا إلى شيء آخر حتى سيد جويني. واضح العلم. نعم ربما لا يسمعون أيضا. سيد جوماني، سأنقل نفس السؤال إليك، هل تعتقدون أن هذه المظاهرة ستؤجج الصراع بين النهضة والرئيس قيس سعيد؟ كان جوابا سلبيا، يعني انتقد المظاهرة بعبارات حادة جدا وباتهامات. هل تسمعني؟ جت بالأمس أو قبل أمس، قبل يومين، للمطالبة بموافقة الرئيس التونسي قيس سعيد على التعديل الوزاري الذي طرحه رئيس الحكومة. قيل أنها أكبر مظاهرة خرجت منذ الثورة التونسية، فقامت بعض الأحزاب كحزب العمال اليساري وحركة الشباب في إطلاق مظاهرة أو الدعوة لمظاهرة في المقابل. كان هناك آراء الحقيقة يعني متفاوتة جدا في الشارع التونسي، رأينا في استطلاع الرأي، وسنرى الآن في بعض التغريدات ما كتبه التونسيون على مواقع التواصل الاجتماعي أيضا من تغريدات تتعلق بهذا الموضوع، سنستعرضها، نستعرض بعض ما جاء فيها. التغريدة الأولى كانت من حساب أحمد البقري، يقول، أو من حساب باسم سويحلي، يقول: بعيدا عن الاستهزاء والهاشتاجات، نتمنى تطلع توقعات المتفائلين داخل الحركة صحيحة، وبأنها المسيرة كانت فرصة لتوحيد صفوف الحزب، لكن نتمنى زاد رئيس الحركة يراه نجاح للحزب وليس لشخصه داخل الحزب. على كل حال إن شاء الله نرى نفس الأعداد وأكثر وقت تكون مؤسسات الدولة مهددة بالحق. هذا ما كتبه سويحلي. أيضا تغريدة أخرى من حساب سلامة مختار، يقول: أتحدى الذين نزلوا اليوم أن يعرفوا لماذا نزلوا اليوم. هل نزلوا من أجل الشغل؟ لا. هل نزلوا من أجل غلاء المعيشة؟ لا. هل نزلوا من أجل الحرية والكرامة الوطنية؟ لا. هل من أجل تدهور الاقتصاد؟ أيضا لا. هل نزلوا من أجل تدهور قطاع الصحة والتعليم والفلاحة؟ أيضا لا. هذا ما كتبه سلامة مختار. أيضا أمل زاروك تكتب: الذين حضروا في المظاهرة التي دعت لها حركة النهضة يوم أمس أكثر من الذين حضروا يوم سقوط الطاغية بن علي بخمس مرات. أيضا تغريدة أخرى، التغريدة الأخيرة ربما، من حساب إلهام، تقول: لو كانت كل الأطياف السياسية
بهذه الروح الرياضية لكانت تونس أفضل حبيت ولا كرهت؟ النهضة حزب مهيكل ومنضبط بالصواب، كونوا لحمة مثلها ثم لكم أن تقصوها، وأنا أقول تونس للجميع. حان وقت العمل من أجل المواطن الذي لا تعنيه السياسة ولا المواقع، يريد حقه في الحياة، حقه في الشغل وفي التنمية. من حساب أيضا أحمد البقري يقول: تونس اليوم رسالة للداخل والخارج، لا للثورة المضادة رغم المصاعب والمتاعب، وعلى الجميع احترام إرادة الشعب فهو صاحب السلطة. هذه كانت بعض ما كتبه التونسيون على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى تويتر تحديدا. سيد الجويني، أتمنى أن تسمع صوتنا الآن بعدما رأينا من تضارب في أو تفاوت في الآراء في الشارع التونسي. هل أعود إلى سؤالي الذي سألتك إياه قبل قليل، هل ستسهم هذه المظاهرة في تأجيج الصراع الحاصل أصلا بين حركة النهضة والرئيس قيس سعيد؟ هو بين حركة النهضة ورئيس الجمهورية هناك خلاف، تمنينا أنه لا يكون في شكل صراع، لأنه يعني من صلاحيات رئيس الدولة ومن المنتظر منه أنه يكون حامي الدستور، هذا أولا، وأنه يكون أيضا قبل حماية الدستور وبعدها أنه يكون رمز لوحدة البلاد، لوحدة الجمهورية، لوحدة الصف التونسي. أعتقد أن الرئيس الجمهورية للأسف الشديد منذ بداية عهده لم نرى منه إلا تفريقا للتونس، والحديث لا يكون فقط على حركة النهضة، فقط تحدث على حركة النهضة، على حلفاء حركة النهضة، حتى بعض الأحزاب والتيارات اللي في المعارضة هو على خلاف معها. فللأسف الشديد رئيس الجمهورية، ولهنا نقول مؤسسة رئاسة الجمهورية أيضا، استبغت بطابع رئاسة الجمهورية. رئيس الجمهورية الذي يعني يعمل على يعني تقسيم التونسيين و يعني صياغة، خلينا نقول، صراع ولا نزاع بمنطق نحن وهم، بمنطق نحن الخير وهم الشر، في حين أنه رئيس الجمهورية المنتظر منه أنه يجمع كل التوانسة حتى المختلفين عليه، وخاصة المختلفين عليه، لأنه هو رمز كما قلت وحدة البلد ورمز المحافظة على الدولة. رئيس الجمهورية المنتظر منه المحافظة على الدستور والعمل على تطبيقه، للأسف الشديد لم نرى منه الآن إلا محاولات تهديد الدستور وعدم تطبيقه أو في اتجاه الذهاب إلى أشكال أخرى. أعتقد أنه بدأت نسمعها، سمعنا على تنسيقيات، سمعنا على ناس موجودين في مؤسسة رئاسة الجمهورية ويريدون اختراع العجلة من جديد، ناس تحدث على يعني خلينا نقوله بشكل أو بآخر كومونات بشكل في 2021 بشكل خلينا نقوله معناها مأساة وملهات أكثر منها شيء آخر، في وضع اقتصادي كلنا نعرفه، في وضع صحي أيضا كلنا نعرفه. أنا الحقيقة أعتقد أن مسيرة 27 كانت لتكون الفرصة الأخيرة حتى يسترجع التونسيون رئيسهم ويسترجع الرئيس التونسيون. إلى حد الآن مانيش نرى في أنه رئاسة الجمهورية أو رئيس الجمهورية يريد أن يسترجع هذا الزخم، بل بالعكس هو ماضي في تقسيم التوانسة والتونسيين. ما العمل؟ دائما سؤال هذا الذي يطرح، ما العمل؟ ما الحل؟ أعتقد أنه الحل ليس بيد حركة النهضة لوحدها، الحل بيد المنتظم السياسي التونسي كله، بيد المجتمع المدني، القوى الحية والمؤثرة، باتجاه خلينا نقول القطع مع كل الإرادات الشعبوية التي تريد يعني خلينا نقول تهديد المكتسبات التي تم تحقيقها في العشر سنوات أخرى. وهذه المكتسبات خلينا نقول بكل وضوح أنها مهدة، خاصة البعد الاقتصادي في التجربة التونسية. كل الجهود يجب أن تتوجه في اتجاه إعادة بناء منوال اقتصادي لا يقصي أحد من التوانسة، ويكون فيه إجماع بين كل التونسيون. هل هذا هو عمل حركة النهضة فقط؟ هذا عمل حركة النهضة أولاً، ومعها كل القوى التي تليها في القرب من الشارع وفي التأثير على مساره في الفترة المقبلة. هذا عمل كل الأطراف سواء الأحزاب أو أقطاب السلطة. لكن سيد جماني،
هل تعتقدون أن مثل هذه المظاهرة بهذه الأعداد ربما تسهم في الدفع باتجاه الضغط على الرئيس ليقبل بالتمرير الوزاري، ليمرر التعديل الوزاري؟ المسيرة في أحد رسائلها هي ضغط إيجابي على الجميع. نعم، قلت المظاهرة في أحد رسائلها الرئيسية كانت ضغطا إيجابيا على جميع الفاعلين وخاصة على مراكز الحكم في كرتاج والقصبة وبردو، أن تعالوا إلى الحوار، أن الشعب لم يعد يتحمل أن تكون تكلفة إدارة الخلافات بهذه التداعيات السلبية على وضعه الصحي والاقتصادي والاجتماعي. المظاهرة تضغط من أجل الوحدة الوطنية والتعاون بين مراكز الحكم ومن أجل الحوار حول القضايا حلا وحيدا للمشاكل. السيد رئيس الجمهورية أجاب مساء المظاهرة بكلام سلبي وبإشارات بالطبع منسوبة إلى المجهول، ولكن فسرت على أنها موجهة إلى الذين تظاهروا يوم السبت، وقال لن ألتفت إليهم. هذا خطاب غير مسؤول، لا يمكن لرئيس جمهورية جامع لكل التونسيين والدستور يلزمه بأن يعمل على وحدة الدولة، والذين يناصرونه اليوم لم يصوتوا له من قبل ولم يكونوا مقتنعين به، على عكس حركة النهضة التي دعمته وصوتت له ومنحته أو جزء كبير من هذه الشعبية التي يحظى بها. إذا رئيس الجمهورية ننتظر أن يتفاعل، ولكن في انتظار تفاعله الإيجابي زعيم حركة النهضة تحرك يوم الأمس، ذكر ذلك الأستاذ بشير جويني، والتقى زعيمين مهمين لمنظمتي الأعراف والاتحاد العام لمجلس الشغل، وهو يشتغل بشكل معلن وآخر غير معلن من أجل أن تتحرك الأمور، ولم نقف بالطبع مكتفي الأيدي أمام هذه الأزمة السياسية التي تعطل الأولويات الاقتصادية والاجتماعية. وما زلنا نراهن على أن رئيس الجمهورية سيتحمل مسؤوليته في حلحلة الأزمة. سيد بوغانمي، لو ماذا لو بقي الرئيس التونسي متعنتا عند موقفه؟ يعني ما الحل؟ هل ستبقى تونس هكذا؟ يعني هل من مخرج دستوري لهذه الأزمة؟ هناك مخرج، نعم. أعتقد أنه أولا لابد من تحالف كل القوى المعتدلة في إطار مصلحة البلاد، هذا هو الشرط الأساسي لأي حل. أما الحل إجرائيا فقد يكون، على الأقل هذا ما أقترحه، إمهال رئيس الحكومة مدة معينة، قد تكون أسابيع أو حتى أشهر، يعني شهر أو شهرين، من أجل إقناع رئيس الجمهورية بتجاوز هذا الإضراب الذي يعتصم به. هو أنا أعتبر أن رئيس الجمهورية هو الآن في حالة إضراب جزئي عن العمل لأنه لا يؤدي واجبه، فإمهال رئاسة الحكومة بضع وقت على أن يلتزم رئيس الحكومة بعدم تقديم استقالته، لأنه تقديم استقالته سيعيد الكلمة إلى رئيس الجمهورية. وفي حال استمر تعنت رئيس الجمهورية يمكن باتفاق مع السيد رئيس الحكومة أن يسحب البرلمان منه الثقة ويعين شخصا آخر، ربما يقود نفس الحكومة، ربما يقود حكومة أخرى، ولكن لابد أن تسحب المبادرة من رئاسة الجمهورية إذا واصلت في تعنتها، ولا يكون ذلك كما قلت في بداية المداخلة إلا بتحالف المعتدلين في أغلب الكتل، على أقل تقدير في كل الكتل المستحيل طبعا، لأن هناك على الأقل كتلة لن ترضى بالتعاطي مع البقية، ولكن بالإمكان إقناع المعتدلين في أغلب الكتل من أجل التوجه نحو هذه الوجهة.
طيب سيد الجويني، ما رأيك بهذا الحل؟ لماذا هل ما مدى إمكانية تطبيق هذا الحل الذي تحدث عنه السيد بوغانمي؟ طبعا التباينات بين الكتل واضحة، ولكن أعتقد أنه بعد مرور من جزء من الوقت سيكون من مصلحة كل الكتل أن تحفظ ماء وجهها، سواء شعبيا ولا حتى في البرلمان أو حتى عمليا، وخلينا نقول براغماتيا، من أجل تمرير القوانين وإعادة عجلة يعني التشريع والعلاقة بين مختلف السلطات إلى الدورات. الآن دائما السؤال دائما متعلق بقرطاج، وما هو سبب ما يحدث في قرطاج، ولماذا يحدث ما يحدث، وكيف يمكن حله. أعتقد أنه الآن مسألة بانت بالكاشف، أنه يتعين على كل الأطراف، وأكاد أقول حتى يتعين على المراهنين على بقية يعني الانتقال الديمقراطي والدولة المدنية والتداول السلمي على السلطة في تونس، أنه خليني نقول يغضوا الطرف حتى لا أقول يعني يتجاهلوا ما يحدث في قرطاج، حتى أنه بقية مكونات السلطة في تونس يعني تشتغل. صحيح أنه تعطيل رئيس الجمهورية يساهم في بعض الأشياء، ولكن في تقديري أفضل من التركيز على تعطيل رئاسة الجمهورية ورئيس الجمهورية لي يعني بعض يعني الأشياء المهمة جدا في السلطة، أفضل من هذا هو التركيز على ما يمكن بناؤه بين القصبة يعني رئاسة الحكومة وباردو يعني مجلس نواب الشعب، وبين المنظمات الوطنية والقوى الحية، من أجل إخراج البلد مما هو فيه، خاصة في بعده الاقتصادي والاجتماعي. سيد جوماني، رئيس البرلمان الغنوشي خلال كلمته في المظاهرة قال أن تونس تعبت من الكراهية، تعبت بسبب الكراهية ولا حل غير الحوار. إلى ما يشير كلام الغنوشي؟ طبعا منسوب التلاسن داخل قبة البرلمان وفي المنابر الإعلامية وشيطنة كل طرف للطرف الآخر، هنالك من يطالب بحل البرلمان، ولكن في المقابل يوجد من يطالب بإيقاف الاتحاد العام التونسي للشغل ويحملونه مسؤولية الأزمة الاقتصادية، هنالك من يطالب بغلق مؤسسات الإعلام ويعتبرها السبب في الأزمة السياسية، هنالك من يطالب بالغاء ربما المنظومة الحزبية الحالية أو غيرها. إذن هذه كلها عمليات احتراب لساني سماها الغنوشي، يعني حرب تبدأ بالكلام، ولكن الحل لا يكون بهذه الصيغة، لأن جميع الشرعيات القائمة لها ما يدعمها، ومسيرة 27 فيفري كانت تعبيرا واضحا على أن النواب الموجودين في باردو لهم قوة سياسية شعبية تدعمهم، وما زالوا عند اختيارهم في 2019، وما زالوا يعني يحمون المؤسسات المنبثقة عن تلك الانتخابات. إذن الرسالة واضحة، لا أحد يمكن أن يشطب الثاني، بإمكاننا أن نصبر على بعضنا أكثر في إدارة ما نسميه مشاكل الديمقراطية، وهي أفضل وأقل كلفة من إدارة مشاكل الاستبداد والحرب، لكن الشعب لم ينتظر كثيرا، وبمفردات سيد رئيس الجمهورية إذا أصر هو نفسه على هذا التعطيل وهذا التعاطي السلمي مع جميع الأطراف، رفض حوار الاتحاد العام التونسي للشغل، ورفض مبادرة الغنوشي في اللقاء الثلاثي، ويصدر كلاما حربيا تجاه الجميع، إذا استمر في ذلك سيشهد عليه الشعب والتاريخ بأنه معطل للدولة، وستضطر الأغلبية إلى التوحد ضده، وسيكون هنالك حل، قد تكون الكلفة في تأخير الحل ولكنه ليس مستحيلا، والتونسيون في جميع المراحل بيّنوا أنهم يعني يعطون الفرصة، ولكن إذا أصبحت فعلا البلد مهددة بحالة لم تعد تقبل التحمل، فإنهم سيجدون الصياغة السياسية والمخارج المناسبة للأزمة السياسية حتى يتفرغوا للأزمة الاقتصادية والمالية التي يعني تتعاظم يوما
بعد يوم. يعني رغم كل ما يحصل نقدر أن هذا جزء من إدارة انتقال سياسي ديمقراطي صعب، وهذه المناكفات في ظل غياب محكمة دستورية كما قال الدكتور بغامي، وهذا سيضغط على البرلمان في الأسابيع القادمة لكي يجعل أولويته إيجاد أو استكمال عناصر المحكمة الدستورية الثلاثة في البرلمان، وقد نغير القانون المنظم للمحكمة الدستورية حتى نيسر استكمال تركيبة المحكمة، وفي نهاية الأمر دائما يوجد يعني نور في آخر النفق، وسنخرج إن شاء الله من هذه الأزمة السياسية الحادة كما قلت، ونتفرغ للاقتصادي والاجتماعي. حقيقة نتمنى ونرجو أن لا يكون هذا النفق طويلا، ونرجو أن تخرج تونس من هذه الأزمة إلى خير لشعبها وقادتها. أشكرك جزيل الشكر السيد محمد الجوماني النائب في البرلمان التونسي والعضو في المكتب التنفيذي لحركة النهضة، والشكر أيضا للمحلل السياسي بشير الجويني وللباحث في الشؤون السياسية أيضا أيمن بوغانمي. شكرا لكم ضيوفي الكرام، وشكر لكم أيضا مشاهدينا على هذه المتابعة الطيبة. إلى لقاء آخر بإذن الله.